دكتورة، أنا حتى هذه اللحظة أنا جايلي فوق 100 تليفون من ناس عندهم شذوذ جنسي، والمخرج لسه على الإيربيس بيقول لي إن هم مش هيخشوا على الهوا، رافضين يتكلموا، لكن عايزين يكلموكي عشان يقولك يتعالجوا عندك في العيادة. ف انا بس للاسف الاسبوع ده مش موجوده زي ما حضرتك عارف، فان شاء الله اه بدايه بس من رقم 100 ده الاسبوع مش رقم القادم. قليل عشان يجي لنا في نص ساعه ولا 45 لا دقيقه طبعا، لا 100 انا حاله. قصدي لو بيحبوا اه يكلموني يعني على تليفونات العياده موجوده في ممكن. طيب الكنترول. يعني ارجو الكنترول، اي حد يتصل من هؤلاء الناس اللي عندهم استعداد للتعافي من هذا من هذه اللعنه، فادوهم رقم تليفون الدكتوره العياده ويقولوا ان هم من برنامج بوضوح، وان شاء الله الدكتوره هبه تتواصل معاهم ان شاء الله. بس كم كبير الحقيقه، الاستاذ احمد السيد بيقول لي في التليفون الاير بيز دلوقتي.